الراجل اللي في الصورة هو الحق ربيع، لقبته الصحافة باسم شهريار الصعيد. عارف اتجوز كم واحدة؟ ولاش عرفني ولا المحافظ؟ الحق ربيع اتجوز 30 مرة وعنده 26 ولد و7 بنات و42 حفيد، ما شاء الله. الحق ربيع تزوج أول فتاة وعمره 15 سنة وطلقها بعد 26 شهر من الزواج، بعدها تزوج مرة تانية. أنجب من زوجته الجديدة ولد ثم طلقها لأنها أعطت حماره لوالدها بدون علمه. حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ انت بالنسبه لي ست ستات، انت طالقه. مناش دواء. الحاج ربيع تزوج امراه جديده وفي يوم من الايام طلبت الذهاب لوالدتها فرفض فاصرت فطلقها. انت بالنسبه لي ست ستات، انت طالقه. مناش دواء. الحاج ربيع ايضا في احدى المرات طلق ثلاث من زوجاته دفعه واحده. بويا بويا بويا، في ايه؟ ماله الراجل ده؟ مناش دواء. استمر الحاج ربيع في الطلاق والزواج والزواج والطلاق حتى أتم 30 زيجة قابلة للزيادة. وطبعا لو طلبت منكم لايك واشتراك ومشاركة للفيديو بتقولوا مناش دواء.